السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما ان كثيرا من المهندسين عايزين يعملوا شيفت كارير ويفتحوا قهوة، فمفيش مشكلة، خلينا نعمل تصميم كده القهوة ظريف، تمام، حاجة بسيطة خالص، وان شاء الله يعني لما يقرروا نعمل لهم تصميم افضل. يعني خلينا نلغي الليفلات اللي مالهاش لازمة ونظبط اليونت. واقول له ده مثلا خليها 4 متر، تمام. طيب وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم بمساعدة ريفرنس بلان بالشكل دوت، وهسمي البلان ده ايه، وبعد كده ماسنج اند سايت وامبليس ماس، اوكي. وبعد كده هقول له انا عايز ارسم موديل على الريفرنس بلان بتاعي، اوكي. هبدأ ارسم اللاينز بالشكل دوت، وهخلي فيه شوية ارتفاع كده، تمام. طيب اللاين دوت ممكن اقول له ان انا عايز اخد فيه اخلي فيه كيرف كده بالشكل دوت، وده برضه فيه كيرف كده بالشكل دوت. وبعد كده عايز اقول له اعمل لي اوفست بمقدار 20، ادوس تاب، وبعد كده هقول له اقفل الشكل دوت. وبعد كده هعلم على الشكل كله، تمام، واقول له كرييت فورم، تمام، واخش في 3D. اعلم على السطح دوت واقول له مثلا زود شوية بالشكل دوت. وبعد كده هقول له فينيش ماس، يظهر معايا بالشكل دوت. فممكن اقول له بعد كده اعمل له وول باي فيس اهوت، شكل حد عايز يصمم له قهوة، ماشي اهوت. احنا كده لو دخلنا في جزء دوت شديد، ممكن نعمل دي كفلور، تمام. خلينا نعملها كفلور. اجي هنا في ليفل 1، الاقي اللي ظاهر بس الجزء دوت، هقول له هنا اني غير في الفيو رينج، تمام. ده على ارتفاع متر، خلي ده ارتفاع 0، وده على ارتفاع مثلا 2 متر، وده على ارتفاع الدور التاني بالشكل دوت. اجي هنا اقول له في في، واقول له شغل لي الماس، فتبدا تضرب بالشكل دوت. فاقول له خش على الفلور، واقول له اعمل لي الفلور من هنا لهنا بالشكل دوت. خلينا نخش كده، اعلم على الفلور واقول له طلعها بوينت 2 عشان تبقى ماشيه مع الشكل كله. طيب بعد كده هرسم انا الحوائط اللي هنا، هاجي هنا وابدا ارسم الحوائط. هقول ان عايز ارسم وول اللي هي سمكها، خلينا نقول مثلا 6، واقول له ان ده بالفينش مثلا الجزء دوت، وبعد كده الجزء دوت، وبعد كده الجزء دوت اهو. ونعمل هنا هقول له ان انا عايز اعمل ايديت بروفايل، واخليها تمشي على الجزء دوت، تمام اهوت. اقول له وترم من هنا لهنا، وده كمل كده كمل كده كمل كده، يبقى ده يتلغي، واقول له اوكي، هتبقى الحيطة بالشكل دوت. ممكن نلغي الحيطة ديت، وناخد الحيطة دي كده كوبي من هنا لهنا، والحيطة ديت
ممكن ننزلها سنة كده، نقدر بقى نحط فيها باب لو انت حابب مثلا. تمام، تعال نحط فيها باب مثلا اهو، لو انت حابب ان انت تفتح شباك هنا مثلا. تمام، طبعا دي كلها حاجات حسب ما انت عايز. ممكن تقول له ادي بروفايل وتفتح شباك مثلا هنا عشان تبقى شايف الزبائن وانت بتطبخ جوه بالشكل دوت. طيب ممكن نحط برضو بعض الترابيزات هنا، خلينا نحط زي ريلينج، سكتش لينج، ريلينج. انا اقول له ان انا عايز ارسم الريلينج دوت اهو. تمام، ده مثلا يبقى ايه، في جزء مثلا مخصص للقعدة جوه. شين نقدر نغير في الريلينج زي ما احنا عايزين. تمام، طيب خلينا ده كله بوينت 2. طيب ممكن نقسم جزء منه، ممكن نشيل منه جزء زي ما احنا عايزين. يعني ممكن نقول له مثلا خلي ده كده لحد هنا، وده هنلغيه دلوقتي، واقول له موافق، واعمل لي ده ميرور. طيب عايزين نحط بقى شوية ترابيزات كده عشان يعني ايه، يعني الزباين نيجوا لو مكان يقعدوا فيه. تمام، طيب هروح اقول له ان انا عايز اعمل كومبوننت بليس ا كومبوننت، مش هلاقي الترابيزات اللي انا عايزها غالبا، فاقول له لود فاميلي، واروح قايل له متريك، واقول له انا عايز فرنتشر مثلا تيبل. طيب نشوف التيبل، ممكن مثلا حاجة زي كده. تمام، بس انا حاسس انها ماشي، ممكن ايه نبدأ نوزعها كده. تمام، او ممكن تحط برضو ترابيزات بره لو انت حابب. ايه الفرق بين الترابيزات اللي جوه والترابيزات اللي بره؟ مفيش. تمام، يعني ممكن تحط مثلا ترابيزتين كمان هنا، ممكن دي مثلا حاجات العائلات بحيث يخلي بالهم الاطفال ما يخرجوش مره واحده وكده يعني. طيب خلينا نعمل حاجه كده شكلها ظريف شويه. تمام، هو ان انا هستغل الشكل او ريفرنس بلان اللي احنا كنا عاملينه، واقول له عايزين نعمل حاجه ريفرنس بلان تاني، اقول له امبريس ماس اوكي، واقول له ان انا عايز ارسم على رقم 1، وبعد كده اقول له مثلا ان انا عايز ارسم مثلا قوس بالشكل دوت. او حاجة مثلا بالشكل دوت، حاجة مميزة يعني، بحيث ان اللي ماشي من بعيد يبقى شايف المطعم دوت. وهديله بقى ايه ريفرنس، اديله اوفسيت الشكل دوت اهو، واقفل بقى الشكل. وبعد كده هقول له اعمل كريت فورم، بس هو طبعا هعمله كبير جدا فانا هصغره. انا عايز حاجه بس كده ايه، بس ده خالص. تمام، بعد كده هقول له فينيش ماس، ممكن ده بقى نديله اي ماتيريال احنا عايزينه. يعني ممكن نقول له اديت اديت ان بليس، وبعد كده هعمل سيلكت على الشكل كله، اشوف الماتيريال اللي هنا واخليه وود. مثلا حاجة بالشكل دوت اوكي. تمام، خلينا بعد كده ناخد الشكل دوت ونعمل له كوب برضه الناحية التانية.
أراين من هنا لهنا الشكل دوت.